السلام عليكم. وعليكم السلام. وش الحال؟ لاباس؟ الحمد لله. قلت لك رانا في جامعة، رانا في جامعة ميس مليان، من مسابقة مرتب الجامعة اللي شاركت فيها منك، وعيطنا لك باش نخبروك أنه طالبة اللي هي بنتك دعاء زراولة فازت بالمرتبة الأولى وفازت بعمرة إلى اللقاء الممثل. والجميل في الأمر أنها أصرت، وهي في الحقيقة أهدت لك العمرة وأصرت أننا نتصلوا بك ومشكور بهذه الإشارة. ورانا نسمعوا فيك واش تقدر تقول للطالبة واش تقدر تقول للجمهور اللي راح حاضر معاك. الله يحفظك بنتك، نقدر نقولوها يا رفعة راسكم كامل. وانا بدور جميع المنظمين نيابه عنهم حبيت نقول لك يعطيك الصحه على هذه التربيه. نعم طالبه، نعم الرجل، نعم العائله، يعطيك الصحه وبارك الله فيك ونعم التربيه. لأنها هدوها عمرة إلى اللقاء المقدسة وراها